وبدنا نجدد الصباح لكل حدا انضم لنا، وكثير موضوعنا هام جدا. وقت اللي بنحكي عن الإرادة بتتجسد كثير صور حية أمامنا، يعني عم بتكون كثير الأفعال هي أبلغ من الأقوال، وخصوصا مع تصميم ومع صمود أبطال الجيش العربية السوري من جرحانا من المصابين اللي عم بيكونوا فعلا ما متقاعسين نتيجة الإصابة، لا عم بيبرزوا حال انه هن موجودين رغم كل شيء صار، رغم الظروف اللي صعبة إرادتهم هي اللي كانت موجودة، وهي أثبتت انه فعلا سوريا بخير من خلال هدول الأشخاص اللي لولاهم سوريا ما كانت موجودة. واليوم هيدا شخص كتير عزيز علينا، رغم إصابته أثبت جدارته من خلال مشروعه الزراعي، وهو أرض زراعية تحقيق دائمة الخضرة دون اللجوء إلى المواد العضوية. تفاصيل أكثر عن هيدا المشروع المستدام، وإن شاء الله يا رب لاقي نجاح. بيسعدنا بصرنا اليوم يكون معنا المصاب البطل سليمان يحيى موسى. أهلا وسهلا فيك، نورتنا ويعطيك العافية، وأنت فخر لنا وقت اللي بنشوف فعلا هدول الأشخاص رغم الإصابة برزوا حالهم بفترة الحرب، واليوم عم ببرزوا حالهم من خلال مشاريعهم. الله يبارك فيك، إن شاء الله يا رب تلاقي هيدا النجاح والرواج من خلال هيدي الإرادة. إن شاء الله يا رب. يسعد صباحك سليمان، يعني فعلا مثل ما حكيت زميلتي ريم، كنتوا ابطال بالحرب وانتوا بالسلم اليوم ابطال. الحمد لله، ان شاء الله يا رب هيك التوفيق والنجاح الدائم. اذا بدنا نحكي بدايه عن مشروعك، يعني بعد الاصابه وانت احد جرحى الوطن، يعني العزيمه والاراده والطموح كان موجود عندك وما توقف، بدات تشتغل على مشروعك. نحكي كيف كانت، يعني كيف اسست لهيدا المشروع، كيف ابتدات فكره المشروع عندك؟ هلا المشروع كيف بلش؟ بعد الاصابه تبعي انا ضليت تقريبا شي سنه ونص ما فيني اوقف على اجريه. تحسن الوضع الحمد لله، وقفت. لما وقفت على اجريه انا عندي مصلحه كان هي الدهان والديكورات وهيك شيء، مصلحه قديمه كانت معي. فاندعمت شوي على الفيس من قبل اصدقاء اقارب كذا، اشتغلت كمرشد دهان الحمد لله، عملت رصيد. بعدين انطرح علي فكره هذا المشروع من احد الاشخاص اللي بخصوني، يعني بحثت عن المشروع عن طريق وسائل التواصل وطلع المشروع ناجح، يعني المشروع عالمي وليس بس عنا. اسست لهذا المشروع بشويه المصاري اللي كنت شايلها، بلشت بهذا المشروع، يعني بلشت بقوه بمزرعه اولى. والحمد لله بعد سنه ونص، هلا صار لي شيء سنه ونص تقريبا انا مبلش بالمشروع، ثبت المشروع جدارته من ناحيه التجارب، من ناحيه افتتاح مزارع جديده، يعني ما وقفت عند مزرعه وحده، بلشت بوحده واثنتين وثلاثه واربعه وكبرت المشروع. جميل جميل ربا، انه هيدا المشروع مو مشروع خاص لك، هيدي لنبني زراعه مستدامه وخصوصا فيها الافاده اللي كثير من المزارعين، وهو السماد العضوي، السماد العضوي في التربه ودون اللجوء الى المواد العضويه او الكيماويه. يعني هيدي الفكره انت تبلورت عندك من خلال كثير من الاشخاص اللي كانوا داعمين لك، يعني كان في كثير من الامور فينا نحن نتجه عليها، ولكن انت ليش اخترت هذا الموضوع حصريا؟ اولا نحن كنا بحاله حرب، ووضع البلد كان شوي مكركب من ناحيه الحظر الاقتصادي اللي صار وهالشغلات هذول. فنحن لجأت لهذا الموضوع لانه لقيته بالساحل السوري بيخدمنا كثير، يعني معلش هلا نحن لما بننتج سماد عضوي، يعني هلا اي شخص عنده هناجر او عنده بساتين او عنده كذا، في بيعمل مزرعه صغيره، في بيكتفي ذاتيا، هو ان كان شاب ان كان فلاح ان كان مهندس ان كان اي شخص، في بيعمل مزرعه بالبيت عنده بتعمل له اكتفاء ذاتي بدون لجوء للاسمده الكيماويه، بدون المبيدات. يعني هي كمان تصنع شاي اسمه شاي الفيرمي، هذا المشروع السماد العضوي فيرمي كومبوست، فينا نستخلص منه نحن شاي اسمه شاي الفيرمي، فينا نبخ فيه الاشجار النباتات. كمان ما نبقى بحاجه مبيدات حشري نحن بهذا الموضوع. فانطلقت من هذا المبدا انه نحن ما لنا بحاجه بقى لاسمده كيماوي، نحن بنعمل اعاده تاهيل لتربتنا اللي موجوده عندنا، نخدم الوطن اكثر، ساحلنا بصير اخضر اكثر، المناطق اللي ما فيها شيء فينا نحن نرجع ناسس لها، ان كان زراعات استوائيه، ان كان زراعات اشجار مثمره، ان كان خضره، اي شيء نحن بهذا السماد العضوي. فيك تقولي انه هذا السماد بيعمل عمليه تاهيل للتربه مثل الوقت اللي بنعمل نحن سوفت وير للجهاز. صحيح تمام، وعم يكون في عوز للاسمده الكيماويه، يعني نحن انه الاسمده الكيماويه ما أنا متوفره بشكل دائم، فبالعكس هيدا المشروع كثير بيساعد وبيخدم كثير. عملت تجارب كثير انا على هذا المشروع، يعني عملت تجارب من الاشجار المثمره الكبيره
للنباتات الصغيره، يعني حتى اتجهت حتى لنبته الصبار اللي هي شوي استيعابها بطيء للاسمده، يعني عطت انتاج وعطت لون يعني احلى من اللون اللي كانت هي فيه. جميل. تكون متابع لحلقتنا، بتمنى تكون متابع لحلقتنا باستضافتنا الاولى للدكتور جورج ورس، يعني حكينا كيف نحن لازم نعيد محافظتنا على هيدي الاشجار المثمره، وبعدين اجى الاستاذ يوسف حكى عن موضوع انه نحن عم نلجا لكل شيء كان قديم لنتغنى فيه، وخصوصا الاعشاب اللي كانت هي غذاء لنا واللي نحن نحصل على القوام الغذائي، وهلا انت عم تحكي يعني عن شيء كمان فعلا مرتبط ببعضه. يعني كثير مهم انه نشوف اشخاص غيورين وحريصين على تربتنا، على اشجارنا المثمره اللي هن بيعتمدوا عليها الساحل السوري، ويمكن من هون انطلقت انت اهميتها، انه فعلا الساحل السوري مشهور بزراعاته. ما كان في هيك مشروع بالساحل، ما كان فيه، فانا اسست لهذا المشروع بالساحل السوري، والحمد لله ما وقفت عند مزرعه واحده مثل ما حكينا، نشرت الموضوع، ثقافة المشروع، بعد ما تأكدت أنا من الواقع تبعه وقديش عم يعمل يعني مشروع مستدام للتربية، عم يعطي أرض خضراء هذا المشروع، فأنا من هون انطلقت، وما عندي مشكلة إنه يكبر المشروع ويزدهر وما بقى نحتاج لأسمدة كيماوية نهائيا نحن بالبلد. إن شاء الله. طيب سليمان، هلا إذا بدنا نحكي عن تسويق هيدا المشروع، كيف تسويق منتجاتك انت، المنتج تاع المشروع كيف عم يتم؟ عم يتسوق كيف؟ لما بيجي مزارع عنده هناجر، نعم تمام، بياخذ كميه قليله، بيعمل تجارب عنده، لما عم يشوف انه في انتاج وفي انه استفاده كثير قوي من هذا المنتج، عم ياخذه. يعني عمليا انا اذا بيكون عندي الاف الاطنان، التجارب اللي صارت بتروح كلياتها. حلو. يعني ما بقى في انه يعني كل العالم هلا صار عندها، خاصه بمنطقتنا نحن ومنطقه المزارع، صار عندهم علم بهذا المشروع. يعني مثل ثقافه المشروع كانت محصوره شوي، ما كانت واضحه، يعني بدها ترويج القصه، بدها ترويج. هلا كمان ب20 شهر عندنا معرض بجامعه تشرين، حلو، برعايه رئيس جامعه تشرين، كمان عندنا معرض للمنتجات الزراعيه، كمان مشارك فيه. حلو. يعني نحن بدنا نحاول هلا ننشر هيدا بينشر تماما، ننشر ثقافة هذا المشروع مشان المزارعين، الفلاحين، المهندسين الزراعيين يطلعوا على هذا المشروع على أرض الواقع. نعم نعم. يعني ما بعد بنشوف هيدي الإرادة وهيدي التصميم إنه نبرز حالنا من أبطال الجيش العربي السوري، فعلا ترفع لكم القبعة. الله بطلنا كرم. سليمان، ببداية المشروع مثل ما قلنا هيدا المشروع أكيد أنت رح تختار المكان المناسب ليكون فعلا انطلاقة ناجحة لمستقبل مزهر. تلبك شيء باختيار الارض؟ تعبتك الارض مثلا اللي كانت اللي اخترتها هو يكون مكان المشروع؟ لا لا لا، اسست انا بغرفه ضمن بيت اول شيء، لانه المشروع هو صديق البيئه. صحيح. يعني ما له اي مساوئ، يعني هو عم يحول المخلفات العضويه اللي موجوده عندنا بالبيت، ان كانت الخضراء، الفواكه، اي شيء عندنا منتج عضوي للكب، كلياته بينشلح بالاحواض، هذا كله بيتحول لسماد عضوي فيرمي كومبوست. فلا ما لقيت صعوبه نهائيا باختيار المكان. الحمد لله. طيب بالنسبه لمشروع جريح وطن، شو قدم لك؟ ما حدا قدم لي شيء على فكره. بس هيدا المشروع وقت اللي بنشوف اشخاص سواء كان اهلك، اخواتك، خطيبتك، هي عم بتكون جامله محيطك، تجاوزك لهيدي المرحله هو فتره اصابتك اللي ضليت فيها سنه ونص لرجعت. يعني هيدا اكبر صمود واكبر اراده، انه فعلا الدعم المعنوي كان موجود وسوريا بتستاهل رغم كل شيء صار فينا انه نحن موجودين، ضحينا برواحنا كرمال، ضحينا برواحنا لانه سوريا بتستاهل. وقت تكون انت وعم تشارك بهيدي المعارض اللي عم تندعي عليها من خلال مشروعك المتميز، هيدا الشيء قد ما بيعطيك طابع انه فعلا انت ما رح توقف. بيعطيني طاقه طاقة وخاصة الدعم المعنوي اللي عم يصير. هلا دعم مادي انا ما اجاني، انا اسست لحالي وبلشت لحالي لحد هلا. ان شاء الله بحياتك ما بتحتاج، ما بحتاج حدا، بس بتمنى مادي. انا بتمنى الداعمين الماديين اللي بدهم يفوتوا بهيك مشروع او يتجهوا لهيك نحو، ان يكونوا حريصين كمان على البلد، حريصين على ساحلنا. ان شاء الله. لما بيكون في داعمين ماديين، انا بدل ما يكون عندي مزرعه صغيره بتصير مزارع اكبر. صحيح. في سؤال انه قد ايه مهم بالنسبه لك انه انت تشارك بمعارض حتى تروج انت لهيدا المشروع، حتى يعني تنشره على مستوى اوسع واكبر؟
ما عندي مشكلة أنا أشارك بأي معرض بندعي عليه، بالعكس رح أكون الأول ورح يكون في إقبال كتير كتير جيد بالنسبة إلي، حتى إنه دعيت تنعتبر من مديرية الزراعة أعطي دورات بالوحدات الإرشادية، انشر ثقافة هذا المشروع بالمناطق الجبلية كمان، لأني عملت تجارب بالمناطق الجبلية بيقولوا إنه في برد وما برد، عملت مزرعة بمنطقة جبلية كتير باردة وطلع كمان في نجاح للمشروع، يعني ثقافة المشروع أنا جاهز انشرها بسوريا كلها ما عندي مشكلة، وين ما دعيت أنا جاهز. هي حلوة، يعني هيدا أكبر دعم وقت اللي بنشوف الأشخاص الداعمين معنويا بغض النظر، صحيح المادة هي مفيدة ولكن دعم المعنوي هو أهم من المادة في حال بكتير. ومن منبرنا يعني مشروع سليمان يحيى أحمد موسى هو انطلاقة لكتير من الأشخاص والمزارعين اللي مهتمين بهذا الموضوع، إن شاء الله يا رب تكون بوابة خير من منبرنا، يكون في داعمي ليكبر هيدا المشروع إن شاء الله يا رب، وتكون انطلاقة لمستقبلك، وخصوصا هلأ عم بتأسس حالك إن شاء الله. أكيد نوجه تحية لخطيبتك اللي كانت عم تكون داعمة لإلك واللي تواصلت معنا، وإن شاء الله قادم الأيام تكون حاملة لإلك كل الخير يا سليمان، ونحكي بهيك بتفاصيل أكثر عن هيدا المشروع. نورتنا سليمان، يعطيك العافية. نورتنا سليمان، إن شاء الله يا رب هيك الأيام القادمة بتحقق كل طموحاتك، بتشوف مشروعك بالمحل اللي بدك إياه. إن شاء الله. أكيد يا ربا بالإرادة والتصميم، ودائما هيدا عم نشوفه هو طابع عند أبطال الجيش العربي السوري، ما هن بياخذوا الطاقة منا، نحن بناخذ هيدي الطاقة وهيدا الصمود وهيدي الإرادة. يعني إذا وقفنا بمرحلة من المراحل لازم نستذكر بعض الحالات اللي عم نلتقي فيها، لأنه نخجل قدام حالاتكم انتم. يعطيكم العافيه، منورنا اليوم يا سليمان. شكرا كثير لك. شكرا سليمان.